فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم. كما أنهم مجمعون بلا شك إجماعا قطعيا، نعم، على وجوب اتباع الكتاب والسنة، مع أنهم قد يخالفون بعض الأدلة لعذر من الأعذار عندهم، وقد بين هذا الشيخ وبسطه في رسالته المشهورة العظيمة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ففيها بيان الأعذار التي يعذر فيها المخالف، إما لأنه لم يبلغه الدليل الذي مع مخالفه، وإما أنه بلغه الدليل ولم يصح عنده، وإما أنه صح عنده ولكن رأى فيه محملا آخر، لأن الدليل محتمل فأخذ منه محملا آخر، أو أنه يرى أن هذا الدليل منسوخ، إلى غير ذلك من الأعذار. لكن على كل حال، من تبين له الدليل فلا يجوز له أن يأخذ بقول ما خالفه، بقول من خالفه كائنا من كان. هذه قاعدة مجمع عليها عند الأئمة.